ها شفت انك مكبر المواضيع الله يهديك، بكره تطلع النتيجه وترتاح من ذا التفكير. اي بس اذا طلعت النتيجه خطيره. طب اذا قال الدكتور نبي تحاليل اضافيه؟ اصلا انا ما ادري شلون انتظر لبكره. احبك لنكد انت وجهك. ايه اللي يده بالنار مو بزي اللي يده بالماء. يا سليمان الدنيا حياة وموت، وما يدري الواحد وش يلاقي من صواديفها. أوصيك فمي أبوي خليك قريب منهم. أختي نوف، أختي نوف أنت عضيدها ولا تنساها، ترى أهلي ما لهم غنات عنك. هذا الكلام صحيح يا سليمان، أسمع كلام أخوك عامر، بكرة راح يموت، بعدين فين تحصل أخو كبير زي عامر ينصح؟ أنت إيش دخلك هنا؟ شلون جيت؟ هذا يا عامر أنا ما نطيت من فوق السور، أخوك سليمان هو اللي فك الباب ودخلني هنا. طق الباب شفت أخويك عزوز دخلت المجلس لما تجي. يهو يا عموري فين كرم الضيافة يو؟ فين القهوة والشاي؟ بعد الليل يومين أرسلك على الواتساب، ليش ما تفك الرسائل؟ اطلع برا اطلع برا. يا ضيوف يا يا كبك انت ويا الله الرحمة يا أموري كمان. تفضل. الواحد ما وده يحط بذمته شيء. الصدق اني كنت اسرق من الناس شواحن واسلاك، مع اني سكنتي تحطين مناكير لاني امسحها بزيت فرامل واخذها مع الاستراحه. هذه هديه بسيطه واتمنى انك تسامحيني وتحليني. سامحيني يا نوف، سامحيني وحليني.